بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين. أهلا بكم أعزائي طلبة الصف السابع في درس جديد من دروسنا في مادة التاريخ، والذي نتحدث به عن الحياة الاجتماعية عند الدولة الأموية. سبق وتحدثنا في الدرس الماضي عن الحياة الاقتصادية في الدولة الأموية، فتحدثنا عن الزراعة وتناولنا أساليب الزراعة وأهم المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، كما تحدثنا عن الصناعات والحرف عند الأمويين وأبرز الحرف والصناعات لديهم، وتحدثنا عن التجارة الداخلية والخارجية في الدولة الأموية. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الحياة الاجتماعية في الدولة الأموية. لابد من الإشارة إلى أن المجتمع الإسلامي شهد تغيرات عديدة مع توسع الدولة الأموية، ومن أهم هذه التغيرات دخول العديد من الشعوب في الدين الإسلامي. هذه الشعوب عاشت في المجتمع الإسلامي في جو من المساواة والعدل والتسامح، وساهموا في تطور الحضارة الإسلامية. فئات المجتمع الإسلامي: لم يعرف المجتمع الإسلامي نظام الطبقات كما كان سائدا في العصور الأخرى مثل الحضارة الساسانية والحضارة البيزنطية. كان عندهم نظام الطبقات، كان المجتمع يتكون من طبقات، فجاء الإسلام وأكد على أن الناس سواسية لا فرق بينهم. هذه بعض من الصور التي تشير إلى نظام الطبقات، كيف كان الحاكم يطغى على المحكوم، كيف كان الناس جميعهم يوازون واحد من السلطة الحاكمة، إلا أن الإسلام جاء وأكد على أن الناس سواسية لا فرق بينهم. هذه صور تشير إلى المؤاخاة، وكيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فالإسلام جعل معيار التفاضل هو التقوى. تألف المجتمع الأموي من فئات مختلفة. إيش هي فئات المجتمع الأموي؟ تألف من العرب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، وتألف من غير العرب كالمجوس. أيضا هذه الفئات كان أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية مختلفة، وجميع هذه الفئات سواء كانت العرب وغير العرب ساهمت في تقدم الدولة وفي تطورها. نذكر بعض من أسماء الشخصيات المسيحية التي ساهمت في تطور الدولة الأموية: الراهب مريانس الذي كان أستاذا لخالد بن يزيد بن معاوية، فقد لقنه صنعة الطب والكيمياء. يوحنا الدمشقي كان في شبابه ملازما ليزيد بن معاوية ومسؤولا عن إدارة شؤون الدولة المالية في دمشق لأكثر من خليفة. سرجون بن منصور الرومي كان كاتبا لمعاوية بن أبي سفيان. ابن وثال الذي عينه معاوية على خراج حمص. وحسان النبطي الذي كان كاتبا لوالي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي. نتحدث في المجتمع الأموي عن المساكن. نذكر عن المساكن بأن غالبية بيوت المسلمين في العصر الراشدي اللي هو عصر الخلفاء الراشدين كانت بيوتا بسيطة، انسجاما مع الروح الدينية، ولأنهم كانوا منشغلين بحركة الفتوحات، وأوضاعهم الاقتصادية لسه كانت ما كانت قوية، لهم ما هم هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ولسه كانت الدولة الإسلامية في أوج ظهورها، فهم كانت بيوتهم بيوت بسيطة. إلا أنه مع بداية العصر الأموي دخل تغير في نمط البلاد. ليش صار في عنا تغير؟ نتيجة لتحسن ظروف الناس من الناحية الاقتصادية، تحسنت ظروف الناس من الناحية الاقتصادية، واستفادوا من خبرات سكان البلاد المفتوحة في بناء المساكن. لما المسلمين افتتحوا العديد من البلدان في
مختلف مناطق العالم استفادوا من خبرات سكان هاي البلاد المفتوحة وعملوا على تطور وتقدم المساكن في الدولة الأموية. واختلف مساكن الناس في العصر الأموي من مكان إلى آخر ومن فئة إلى أخرى. كيف هلأ إحنا عندنا البيوت بتختلف من مكان لآخر ومن فئة إلى أخرى، في ناس معها مصاري في ناس ما معها مصاري، فاختلفت عندهم المساكن تبعا للوضع الاقتصادي الخاص بالسكان، ولذلك تنوعت منازلهم من قصور فخمة إلى بيوت طينية بسيطة. تميزت مباني الأمويين بسمات هي: أولا الزخرفة. اشتهر الأمويين بزخرفة المباني وكساء أرضيتها وجدرانها بالفسيفساء. كان يكسوها بالفسيفساء. بالمناسبة ايش هي الفسيفساء؟ الفسيفساء هي عبارة عن مكعبات صغيرة من الزجاج، كانوا بيستعملوها في الزخرفة والتزيين. ايضا تأثرت النقوش الحجرية في العمارة الأموية بالفن البيزنطي، تأثروا كثير بالفن البيزنطي. الحمامات، ألحقت الحمامات بالقصور والبيوت، في صار عنا الحمامات اللي ألحقوها بالقصور وبالبيوت، وكان لها دور هام في حياة الناس الصحية، فهي مكان للطهارة والنظافة. الحمامات مكان للطهارة والنظافة. وفي عنا الحمامات العامة التي لعبت دورا مهما لارتياد الناس، فكانوا يذهبون للاستحمام فيها. بالنسبة للحياة الاجتماعية كانت ملتقى للناس يتبادلون فيها شؤونهم وقضاياهم، كيف المسلسلات السورية اللي بنشوف فيها الحمامات العامة اللي كانوا بيجتمعوا فيها وبلتقوا فيها وبتبادلوا شؤونهم وقضاياهم، فأثرت على الناحية الاجتماعية. أيضا من سمات المباني عند الأمويين البرك. البركة من مرافق البناء الهامة وخاصة في القصور، ومن أشهرها بركة قصر الموقر في الأردن. معظم البيوت الأموية اشتملت على برك صغيرة ذات نوافير جميلة، إضافة إلى برك خارجية لتجميع المياه، برضو نفس الإشي كيف المسلسلات السورية، أغلب البيوت شو فيها برك صغيرة، هاي البرك فيها نوافير كانت بتعطي البيوت ناحية جمالية ومنظر جمالي، وكان في عندهم البرك الخارجية اللي كانوا بيجمعوا فيها المياه. ولو تحدثنا عن الأثاث المنزلي عند الأمويين نجد تنوع في الأثاث المنزلي حسب أوضاعهم الاقتصادية، كيف إحنا في الوقت الحاضر، هل جميع الناس أثاثهم نفس الإشي؟ لا، وهم نفس الإشي كدولة أموية، كان عندهم اختلاف في الأثاث المنزلي تبعا للوضع الاقتصادي. وكان أكثر هذه الأثاث شيوعا البسط المصنعة من شعر الحيوانات والوسائد والكراسي الخشبية. هذه بعض من الصور التي تبين الزخرفة في العصر الأموي والبرك في العصر الأموي والحمامات، هنا تظهر عندنا الحمامات العامة وهذه البرك في البيوت الأموية والزخرفة والأثاث في العصر الأموي. الأعياد، هيا بنا سويا نتحدث عن الأعياد التي كانت تتم في عهد الدولة الأموية. كان المسلمون يحتفلون بعيدين، وما زالوا المسلمين فقط لديهم عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، كانوا بيحتفلوا فيهم في جميع الأمصار والأقاليم التي تتكون منها الدولة الأموية، فكانوا يتزينون في أعيادهم بأحسن الثياب ويتسابق فرسانهم بالأعياد بالخيل. أما بالنسبة للفرس الذين كانوا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية في عهد الدولة الأموية كانوا يحتفلون بأعيادهم، من أبرز هذه الأعياد النيروز والذي يعني أول أيام الربيع، والمهرجان والذي يعني أول أيام الخريف. وكذلك احتفل المسيحيون بأعيادهم. إيش هي أعياد المسيحيين؟ زي عيد رأس السنة الميلادية، كانوا كل هاي الفئات بتحتفل في أعيادها في جو من الحرية والتسامح، فالدين الإسلامي أعطى للفئات حرية اعتقاد الدين، ولكن بشرط احترام الدولة الإسلامية واحترام التعاليم العامة وعدم إساءة الأدب وعدم الإساءة للنظام. أيضا نتحدث في الدولة الأموية عن وسائل الترفيه.
تعددت وسائل الترفيه في العصر الأموي، وكان من أشهرها سباق الخيل، فأقام الأمويين حلبات لسباق الخيل، ويروى أن أول من أقام تلك المسابقات من الخلفاء الخليفة هشام بن عبد الملك. أول من أقام سباق للخيل الخليفة هشام بن عبد الملك، وكان يشترك فيها أعياد كبيرة من الخيول. ومن وسائل الترفيه الأخرى تربية الطيور والحيوانات، أيضا السباحة ولعبة الشطرنج، أيضا رمي النشاب اللي هو القوس والمبارزة وصيد الغزلان والطيور. ولما اختلط المسلمون مع الروم والفرس بعد الفتوحات الإسلامية اقتبسوا منهم الكثير من طرق الصيد، فدربوا الصقور على الصيد. ومن أشهر الخلفاء الأمويين الذين اهتموا بالصيد يزيد بن معاوية. إذا لما اختلط المسلمين مع مين؟ مع الفرس والروم بعد الفتوحات الإسلامية، اقتبسوا الكثير من طرق الصيد. هاي وسائل الترفيه لدى الدولة الأموية. نتحدث عن الرعاية الاجتماعية في الدولة الأموية. بالنسبة للرعاية الاجتماعية في الدولة الأموية، تضمنت الرعاية الاجتماعية في الدولة الأموية مكافحة الفقر والمرض والجهل، فعمل خلفاء بني أمية على تحقيق ذلك من خلال أمور، منها الرعاية الصحية في العصر الأموي. هل بالنسبة للرعاية الصحية في العصر الأموي، عملت الدولة الأموية على توفير الرعاية الصحية لفئات المجتمع الأموي كافة. مثلا عملت على بناء المستشفيات في المدن الكبرى حتى تعالج الرعاية على اختلاف أنواعهم. مين هم الرعاية على اختلاف أنواعهم؟ سواء كانوا عرب أو غير عرب، عرب سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، غير عرب مثلا مثل المجوس، كلهم الدولة بتوفر لهم الرعاية الصحية. أيضا كانت الدولة توفر علاج المرضى في السجون والمناطق النائية. إيش يعني المناطق النائية؟ اللي هي المناطق اللي بعيدة عن المدن، المناطق البعيدة. أيضا من مظاهر اهتمام الدولة الأموية في الرعاية الصحية إنشاء دور الضيافة للمسنين حتى تخدم المسنين وتنفق عليهم، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم إلهم حاجات خاصة، فأنشأوا لذلك ديوان يسمى بديوان الزمنة. هذا الديوان كان لأصحاب الأمراض المزمنة كالعمى والشلل والجذام وغيرها، هؤلاء لهم احتياجات خاصة، أنشئ لهم ديوان يسمى بديوان الزمنة لأمراض مزمنة كالعمى والشلل والجذام، وكان يتم تسجيل أسماءهم ويمنحون رواتب، وكان يتم تعيين عدد من الموظفين لخدمتهم. رعاية الفقراء والمحتاجين. الدولة الأموية كانت تؤمن الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع الإسلامي، ومن أهم الواجبات التي سعت الدولة الأموية للقيام بها، واحد إعالة الأسر التي فقدت معيلها. هل أثناء فترة الحروب في أسر عندنا فقدت معيلها، فقدت اللي بصرف عليها، فكان الخلفاء الأمويين يعطون النفقات للفقراء في صور عينية. شو يعني صور عينية؟ يعني مثلا أرز، سكر، قمح، شعير. روي أن الفقراء في إقليم الحجاز والعراق كانوا يحملون بطاقات خاصة بهم حددت فيها معوناتهم. الفقراء كانت الدولة بتعطيهم بطاقات، هاي البطاقات بيحددوا لهم فيها المعونات وبتعطيهم إياها الدولة الأموية. ب إعالة كبار السن والعاجزين والمحتاجين. جيم تزويج الشباب الذين لا يملكون صداقا أو مهرا. الشباب اللي ما معاهم يدفعوا مهر كانت الدولة بتقوم بتزويجهم. دال سداد الديون عن الغارمين في الدين والموتى. هلأ الغارمين اللي هم عليهم دين وما بيقدروا يسدوا، كانت الدولة تيجي توفي بدينهم. الموتى اللي مات وعليه دين كانت الدولة تدفع عنه هذا الدين. كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عماله قال:
لابد للرجل من المسلمين من سكن يؤويه، وخادم يكفيه، وفرس يجاهد عليه، وأثاث في بيته، ومع ذلك فهو غارم، يعني هو مديون، فاقضوا عنه ما عليه من دين. إذن عمر بن عبد العزيز اللي لقبناه بخامس الخلفاء الراشدين، لأنه حكينا سيرته أشبه كانت بسيرة الخلفاء الراشدين، كتب إلى عماله أنه كل رجل من رجال المسلمين لابد أنه يكون له سكن، وأنه يكون له فرس يجاهد عليها، وأثاث في بيته، ومع ذلك فحتى لو كان عليه دين اقضوا عنه دينه. أيضا في الدولة الأموية كان يتم رعاية التعليم، في الدولة الأموية كان يتم رعاية التعليم، فجميع فئات المجتمع كان يتوفر لهم التعليم، حتى أن خلفاء بني أمية كانوا يرسلون المعلمين إلى القبائل الرحل. إيش يعني القبائل الرحل؟ اللي هي القبائل اللي بتنتقل من مكان إلى آخر، كانوا يجوا خلفاء بني أمية ويرسلوا لهم المعلمين حتى يعلموهم أمور دينهم وقراءة القرآن وشيئا من الكتابة والحساب، واهتموا كذلك بتعليم اليتامى وتوفير المعلمين لهم. رعاية غير المسلمين، تمتع غير المسلمين في ظل الدولة الأموية بالرعاية الشاملة التي وفرها خلفاء بني أمية. إذن الرعاية مش بس كانت للمسلمين، كانت أيضا لغير المسلمين، فتمتعوا بالرعاية التي وفرها خلفاء بني أمية، وذلك حتى يتم تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وهو المبدأ الذي أكدت عليه الشريعة الإسلامية في كل زمان ومكان. فمارس أصحاب الديانات الأخرى عباداتهم في جو من الحرية والتسامح. من مظاهر اهتمام الدولة الأموية بغير المسلمين، أعطيني مظاهر تدل على اهتمام الدولة الأموية بغير المسلمين. ألف، توليتهم الوظائف المختلفة في الدولة وتقريب الخلفاء لهم، مثل ابن الثال اللي كان طبيب معاوية بن أبي سفيان ولوهم وظائف وقربوهم من الخلفاء. ب، منحهم القروض من بيت المال لاستثمار الأرض والمساهمة في بناء المجتمع وتطوره، كان يمنحهم قروض حتى إنهم يساهموا في العملية الزراعية ويستثمروا أرضهم. جيم، الإنفاق على الفقراء والمحتاجين من أهل الذمة من بيت مال المسلمين، كانوا أيضا مش بس ينفقوا على الفقراء والمحتاجين المسلمين، لا، الفقراء والمحتاجين من أهل الذمة. فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله على البصرة: انظر من قبلك من أهل الذمة إلى من كان قد كبر سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجري عنه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. إذن عمر بن عبد العزيز كتب لعماله، حكى لهم شوفوا مين من أهل الذمة حتى لو ما كان مسلم، اللي سنه كبير وقوته ضعيفة ومش قادر يكسب قوت يومه، فأنتوا أعطوه اللي بصلح لأمره. وفي الدولة الأموية في الجانب الاجتماعي نتحدث عن احترام المرأة، فلقد حظيت المرأة بمكانة مميزة في الدولة الأموية، وكان لها مشاركات عديدة في العديد من المجالات، فقد ظهر من نساء هذه الدولة راويات للحديث، مثل أم البنين التي بنت عبد العزيز بن مروان، وأديبات وشاعرات مثل سكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب التي كانت سيدة عصرها وشاعرة كريمة من أطيب النساء نفسا وخلقا. وشاركت المرأة في القضايا العامة، فطالبت سودة بنت عمارة الهمدانية معاوية بن أبي سفيان بعزل واليه لأنه لم يعامل الرعية معاملة حسنة. إذن شاركت في القضايا العامة، وتقلدت النساء بعض الوظائف العامة في الدولة، فعين معاوية بن أبي سفيان امرأة تدعى منا بمهمة استلام الحوائج اللي هي عرائض الشكوى التي كان يرفعها الناس للخليفة. عائشة بنت هشام بن عبد الملك هي من أبرز نساء بني أمية، وكانت ترافق أباها في مواكبه لمكانتها عند أبيها، وكان لها خيل تتسابق بها.
مهنة الطب لم تقتصر على النساء في العصر الأموي، بل اشتهر من النساء طبيبات ماهرات مثل زينب طبيبة بن أود التي كانت متخصصة في طب العيون. نتحدث أخيرا في الجانب الاجتماعي عن رعاية الطفولة. اعتنوا بنو أمية بالطفولة وأولوها اهتماما كبيرا، فمن مظاهر رعاية الأمويين للطفولة: ألف توفير التعليم والرعاية الصحية والمجانية، ب الاهتمام بالأيتام وتأمين احتياجاتهم ومن يقوم على خدمتهم، جيم تسجيل أسماء المواليد في ديوان العطاء وتخصيص مبلغ من المال لتربيتهم. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا الثاني والذي تحدثنا فيه عن الحياة الاجتماعية، فتناولنا في الدولة الأموية عن فئات المجتمع الأموي بأنه كان يتكون من العرب وغير العرب، وتناولنا عدد من الشخصيات المسيحية التي ساهمت في تطور الدولة الأموية، وتحدثنا عن المساكن كيف كانت بسيطة في العصر الراشدي ثم تطورت في العصر الأموي، وتحدثنا عن أهم ما يميز المساكن من زخرفة وحمامات وبرك وآثاث منزلي، وتحدثنا عن الأعياد في عهد الدولة الأموية وبعض من وسائل الترفيه، كما تحدثنا في هذا الدرس عن الرعاية الصحية في العصر الأموي ورعاية الفقراء والمحتاجين، وتحدثنا عن مظاهر اهتمام الدولة الأموية بغير المسلمين وكيف اهتمت الدولة الأموية بالمرأة وبالطفولة. هون يعطيكم العافية، بنكون انتهينا من درسنا. إلى لقاء في درس قادم إن شاء الله نتحدث به عن العلوم الدينية والإنسانية والتطبيقية في الدولة الأموية.